نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. الصحفي بالتلفزيون الجزائري الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية بالعيد محند سعيد في ذمة الله. انطلاق امتحانات إثبات المستوى للمتعلمين عن بعد في الطورين المتوسط والثانوي بمشاركة قرابة 400,000 مترشح. الصالون الدولي لزيت الزيتون فضاء لاستقطاب مختلف المتعاملين وعرض آخر التكنولوجيات في مجال جني وعصر وتحويل الزيوت. المنتجع السياحي القرية بتيبازا يفتح أبوابه للسياح والمصطفين بعد إعادة ترميمه وتأهيله. بداية، انتقل إلى رحمة الله اليوم بالعاصمة الصحفي بالتلفزيون الجزائري الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية بالعيد محند سعيد عن عمر ناهز 75 سنة إثر مرض عضال. دلال بوطبة. هذا اليوم الملك فيصل إلى دمشق الوزير السعودي للدفاع والطيران لتسليم رسالة خاصة إلى الرئيس. دخل بيوت الجزائريين في زمن الأبيض والأسود ليشق مساراً إعلامياً بدأه كصحفي بالتلفزيون الجزائري. محند سعيد بالعيد الإعلامي الدبلوماسي والسياسي لم يكن ليتحدث أبداً عن سيرته كمسار شخصي، بل أراده دائماً متعلقاً بكل الأحداث التي عايشها الشعب والوطن. موش مساري الشخصي، كتجيني هو معاناة الشعب. الأهم الآن هو ما يتعلق ببلدي، ما يتعلق بوطني، ما يتعلق بشعبي. الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية من مواليد 20 جانفي 1947، من عائلة تنحدر من قرية بوعدنام بولاية تيزي وزو، حاصل على شهادة ليسانس في القانون الدولي ودبلوم في العلوم السياسية. تدرج في المهام من إعلامي ببصمة خاصة تقلد فيه عدة مناصب كمدير عام لجريدة الشعب ووكالة الأنباء الجزائرية، إلى منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت، ليطرق باب الدبلوماسية حيث عين سفير الجزائر بالبحرين والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، وكذا ممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي قبل أن يشغل منصب وزير الاتصال. شغفه الإعلامي والدبلوماسي جعله يدخل أيضا معترك السياسة، بحيث أسس حزب جبهة الحرية والعدالة ليدافع عن ما رآه قناعات تخدم الوطن بصراحة ومصداقية. رحم الله والفقيد، إن لله وإن إليه راجعون. في النشاط البرلماني، تباحث رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل اليوم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حيث تطرق الطرفان إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر والصين، إضافة إلى التعاون بين البلدين وتنويعه في جميع المجالات. الطرفان تحدثا أيضا عن القرار الأخير للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بالاستثمار، وكذا قراره بجعل سنة 2022 سنة اقتصادية، وهو ما أكد عليه الطرف الصيني مبديا استعداده للتعاون في هذا المجال. ومن مبادرة رئيس الجمهورية مع الأشقاء العرب تنعقد اجتماع الجامعة العربية في الجزائر،
وتاريخها أول نوفمبر. هذا الاجتماع العربي لنا تحديات وتحديات كبيرة جدا، والتحدي الأساسي هو كيف الشعب الفلسطيني يسترجع السيادة تاعه. اليوم كثير ما يستعمل من خلال دخول في الشؤون الداخلية للبلدان بشعار حقوق الإنسان وشعار حرية التعبير. هذه الأسلحة المعمولة المستعملة إلا ضد الشعوب الضعيفة، وهذا نوع من السلاح الإمبريالي، والصين تعرف هذا، والجزائر أيضا تعرف هذا، لأن مبدئيا أول نوفمبر 54 لما انطلقت الثورة الجزائرية أساسها هو حقوق الإنسان. برلمانيا دائما نظمت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا حول موضوع قانون البلدية والولاية بين واقع التسيير والإقلاع الاقتصادي. وبالمناسبة نوه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بدور الجماعات المحلية في أحداث الإقلاع باعتبارها أساس البناء واللبنة الأساسية التي يقوم عليها صرح النهضة، مضيفا أنه من الضرورة إلاؤها الأهمية التي تستحق وتوسيع دائرة صلاحياتها. إن التنويه بهذا اليوم البرلماني يدخل في إطار اهتمام الدولة بالتصور الجديد الذي يطرحه برنامج السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بالشأن المحلي، وهو الأمر الذي تجلى واضحا من خلال معاينة ورصد الدقيق لمناطق الظل. هذا الرصد الذي كان بداية انطلاق لعهدته مباشرة بعد انتخابه رئيس للجمهورية، وهي إشارة واضحة وتوجيه مباشر لجميع الجهات المسؤولة لتولي اهتماما خاصا بالجماعات المحلية والتركيز على النقائص والعراقيل والمعوقات التي تقف في وجه التطور المنشود. وإنه لابد من التذكير أن للقوانين الضابطة والمنظمة من الأهمية ما يستدعي المراجعة وإعادة النظر، وذلك بتوسيع دائرة الصلاحيات. أدى وفد من الطلبة المتفوقين في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس لغرور بولاية خنشلة زيارة إلى المحكمة الدستورية، حيث تعرفوا على مختلف مرافق وفضاءات المحكمة. كما خص وفد الطلبة باستقبال من قبل رئيس المحكمة الدستورية وإطاراتها العليا، وتلقوا توضيحات وشروحات وافية حول مهام المحكمة الدستورية ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا. وفي التعاون الجزائري التونسي، استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم بقصر الحكومة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية نائلة نويرة الجنجي التي تقوم بزيارة عمل إلى بلادنا. وقد سمح اللقاء بالتأكيد على عمق علاقات الأخوة والتضامن والتعاون التي تربط البلدين، مع استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي خاصة في مجال الطاقة والمجالات المجاورة، وأهمية الحرص على المضي قدما في تجسيد توجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة. وقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
كما استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية نائلة نويرة الجنجي، اللقاء الذي ينعقد في إطار انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال الطاقة والمناجم، تم خلاله بحث سبل مواصلة التعاون بين البلدين في المجال الطاقوي. اللقاء جرى بحضور إطارات من البلدين. المحادثات اللي صارت بين وفدي البلدين تؤكد مجددا على أن تونس والجزائر معناها ماضين مع بعضهم لتطوير علاقاتهم في مجالات هامة، مثلا مجال المناجم، مجال الفوسفات اللي متأكدين أنه معناها لابد أن نرتقي في علاقاتنا لتطوير شراكة لا فقط مبادلات تجارية، وإن شاء الله معناها فما في القريب العاجل معناها مجالات باش نشتغلوا عليهم لشراكات فعلية. في مجال الكهرباء كيف معناها تونس والجزائر احنا عندنا ربط كهربائي معناها منذ عديد السنوات، وعودنا أكدنا على ضرورة معناها مواصلته وتطويره. كذلك وقعنا على عدة مجالات للتعاون وكذلك تعزيز التعاون في شتى المجالات الطاقوية، من المحروقات، من كذلك الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، وكذلك المجال المنجمي. وراح نواصل وحددنا مواعيد يعني قصيرة المدى لكذلك تطرق لعدة مجالات وكذلك على بعض العمليات في الميدان لتجسيدها في أقرب الأجل. كما استقبل أمس وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عتو وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة الجنجي. اللقاء كان فرصة لبحث مجالات تعاون جديدة بين الجانبين والعمل على استحداث فرص للاستثمار في المجال الطاقوي. وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة الجنجي استقبلت أمس أيضا من قبل الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيم ضيافات. الطرفان تبحثا سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين ومشروع إنشاء الصندوق الخاص بتمويل المشاريع وتشجيع الأفكار الخلاقة لشباب المناطق الحدودية. أهم حاجة تزخر بها تونس وتزخر بها الجزائر هم الشباب والشابات، ولما نقولوا الشاب والشابة نقولوا فرص عمل، والفرص العمل تجب تجي وإحنا اللي نطمحوا له وتطمح له الجزائر هو من في إطار من المبادرة الخاصة. فهذا القاسم المشترك اللي نشتغلوا عليه خاصة على المناطق الحدودية، كيفاش نجم نوفروا لشبابنا من الجهتين آليات وبرامج إن شاء الله مشتركة ولتطوير مشاريع، تجم تكون مشاريع في تونس، تجم تكون مشاريع في الجزائر، نجم يكون خاصة معناها تكوين الهدف منه هو كيفاش نخلي شبابنا معناها يطور مشاريع في بلاده. فيه إمكانية كبيرة اليوم أن نوضع برنامج في مدة 6 أشهر مثل ما تقدمت به الوزيرة، لأنه هذا الأمر يعني راح لماذا هذه السهولة في هذا البرنامج بالدرجة الأولى؟ لأنه شبابنا يتعارف. إذا تحدثنا عن المناطق الحدودية هي عائلة واحدة، ربما فيه عائلة جزائرية تونسية يعني متناسبين متأخيين، تلقى عائلة واحدة موجودة في الجهتين. يعني إذا تحدثنا على ماضينا المشترك كذلك راح نعمله اليوم من خلال هذه الاتفاقية مع قطاعنا ومع كل القطاعات على بناء مستقبل إن شاء الله مشترك ليكون مبني على أسس متينة، على أسس صحيحة، على المصارحة، وعلى بالدرجة الأولى الإيمان بقدرات شباب البلدين. بالعاصمة الأردنية عمان، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو خلال مشاركتها في المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. أكدت أن التجربة الجزائرية بتخصيص منحة للشباب البطال تعد فريدة ووحيدة من نوعها في الدول العربية والإفريقية.
طلعنا على تجارب العديد من الدول العربية، فيه تقارب كبير ما بين الدول والمجهودات المبذولة من أجل يعني تغطية هذه التداعيات السلبية. التجربة الجزائرية رائدة في هذا المجال نظرا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، فيه العديد من الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بالنسبة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالنسبة للطفولة، بالنسبة للمزارع النموذجية البيداغوجية لكبار السن وفقا لالتزاماتنا الدولية في إطار مخطط مدريد للشيخوخة. في الحدث التربوي انطلقت اليوم امتحانات إثبات المستوى لفائدة المسجلين في الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد في مختلف المستويات والتخصصات عبر جميع المراكز الولائية للتعليم والتكوين. هند الشرفي. في أجواء جيدة انطلقت امتحانات إثبات المستوى للمتعلمين عن بعد في الطورين المتوسط والثانوي، امتحانات تعتبر فرصة ثانية للعودة إلى المنظومة التعليمية ووسيلة موازية للتعليم النظامي. اليوم كاين 397,185 مترشح، يعني قرابة 400,000 مترشح يجتازون هذا الامتحان عبر 1542 مركز. هناك تحضير جيد لهذا الامتحان. التعليم والتكوين عن بعد في الحقيقة هو لم يبقى فقط حكرا على الذين غادروا مقاعد الدراسة أو على عموم المواطنين، بل أضحى أداة فاعلة ومرافقة لكل الأنظمة التعليمية في العالم وفي الجزائر، والجزائر تبذل جهد كبير في هذا المجال بترقية هذا النوع من التعليم. هذا وقد صرح المترشحون أن أسئلة الامتحانات كانت في متناول الجميع. خدمنا عادي نورمال، جاوبنا مع الأسئلة، كانت شوية صعوبات مي الحمد لله بيان جازت. احنا حابين نلحقوا الباك نطلعوا النيفو. عقبت اليوم اللغة العربية وجاني شوية ساهل نورمال. عربية ساهل بزاف، فيها وضعية إدماجية ويحكي على الكتاب الكتب ساهل. انا نقرأ مشي نقرأ غير هنا، نقرأ انجلي وفرنسي شو ليكول بريفي، نسحق الدبلوم وهذه يعني حاب نكمل لحق الباك باش ندير 16 شباب. المركز نتاعنا فيه 163 تلميذ في مستوى الثانية متوسط، 134 تلميذ في مستوى ثالثة ثانوي لغات أجنبية، وعندنا تلميذ واحد في ثالثة ثانوي هندسة ميكانيكية. امتحانات إثبات المستوى للمتعلمين عن بعد موجهة كذلك إلى عموم المواطنين بهدف الوصول إلى المستويات المطلوبة في الحياة المهنية. تحسباً لانطلاق الحدث المتوسط وهران 2022، نظمت اللجنة المنظمة للدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط حفلاً خاصاً بعملية قرعة الرياضات الجمعية الخمسة المعنية بهذه الألعاب. سيف الدين بن زردة. إجراء قرعة الرياضات الجماعية للدورة 19 للألعاب المتوسطية محطة هامة تواصل من خلالها وهران استعداداتها لهذا الحدث الرياضي الهام. القرعة التي عرفت حضور شخصيات رياضية بارزة أسفرت عن تحديد المجموعات في الرياضات الخمسة: كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة، وكرة الماء. مواجهات واعدة في مختلف هذه الرياضات ستشهدها طبعة وهران، أبرزها ستكون في منافسة كرة القدم التي تلعب على شكل مجموعتين. مجموعة أولى تضم المنتخب الوطني رفقة كل من منتخبات فرنسا، إسبانيا والمغرب، فيما ستلعب كرة السلة 3-3 بنظام 4 مجموعات لدى الرجال و3 مجموعات عند السيدات. هنا أوقعت القرعة المنتخب الوطني رجال في المجموعة الأولى مع إيطاليا وتركيا، فيما تعرف المجموعة الأولى عند السيدات تواجد الجزائر رفقة صربيا وضيف الشرف البرتغال. وبتواجد أقوى المنتخبات وبنظام مجموعتين لدى كل من الرجال والسيدات ستجرى منافسة كرة اليد التي تشهد وجود المنتخب الوطني رجال في المجموعة الثانية مع إسبانيا، تركيا، ومقدونيا الشمالية واليونان، في حين يواجه منتخب السيدات إسبانيا، تونس، وكرواتيا في المجموعة الثانية.
أما الكرة الطائرة التي ستلعب بقصر الرياضة الشهيد حمو بوتليليس، تم توزيع المنتخبات المشاركة فيها على 3 مجموعات عند كل من الرجال والسيدات. هنا يأتي المنتخب الوطني للرجال في المجموعة الثانية بجانب تركيا، فرنسا واليونان، في حين أوقعت القرعة منتخب السيدات ضمن المجموعة الثالثة رفقة إيطاليا وتركيا وإسبانيا. وفي غياب المشاركة الجزائرية تلعب 5 الرياضات الجماعية كرة الماء، منافسة تضم مجموعتين وتعرف مشاركة أقوى المنتخبات في صورة صربيا وإيطاليا. في ظل مشاركة قياسية للرياضيين، تطمح وهران إلى صنع التميز خلال نسخة متوسطية واعدة. هذا وأكد وزير الاتصال محمد بوسليماني على الدور الذي يطلع به الإعلام الوطني في إنجاح النسخة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونوه بوسليماني خلال إشرافه على أشغال الملتقى الدولي الموسوم بدور وكالة الأنباء الإقليمية في ترقية الرياضة في منطقة البحر الأبيض المتوسط المنعقدة بوهران، نوه بالجهود المبذولة لإنجاح هذا العرس المتوسطي الهام. ها نحن نلتقي مجددا في الجزائر التي احتضنت سنة 2019 أشغال الجمعية 28 لرابطة اتحاد وكالات الأنباء للبحر الأبيض المتوسط، حيث تم التأكيد على تعزيز تبادل المعلومات والحوار والتعاون بين هذه الوكالات ومواكبتها للتغييرات الكبرى التي تشهدها الساحة الإعلامية. وترويجا للباهية وهران كوجهة سياحية، نظمت الجمعية السياحية لأجيال المستقبل بالتنسيق مع الديوان الوطني الجزائري للسياحة خرجات سياحية للتعريف بالمقومات السياحية والمعالم التاريخية التي تزخر بها ولاية وهران. خير أبو طالب. وهران المدينة التاريخية الأسطورية والتي اشتهرت باسم الباهية، مدينة سيد الهواري ومسرح علولة، مدينة الأسدين، مدينة سانتا كروز وزاوية مولاي عبد القادر مول الميدة. وهران التي يطلق عليها بالعامية وهرن. إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية وإن شاء الله ناجحة في كل المقاييس. فيها سياحة، فيها كل الشباب. هنايا رانا في موقع تاريخي كما راكم تشوفوا هنايا، هذا نسب تذكاري تاع سيدي إبراهيم. هنا يوجد فندق المدينة اللي راه تابع حاليا لبلدية وهران، بني 1886، وكذلك لوبيرا مسرح عبد القادر علولة بني 1907. وتحضيرا للحدث المتوسطي، مسارات سياحية نظمتها مختلف الجمعيات للتعريف بأهم المعالم الثقافية والتاريخية لعروس المتوسط. هو اسمه محب بن عمر الهواري المغراوي، أصوله من مدينة أم العساكر معسكر عوف ودعوف، ولكن لا في ان باساج في كليميتو هي سور في مستغاليم، أين توقف هنيهة من الزمن. هو الرمز لهذه المدينة وتوفي في 1439. قطب السياحة الباهية وهران ستكون جاهزة لاستقبال شعوب المتوسط في أحسن الظروف. نظمت الجمعية السياحية لأجيال المستقبل جولة سياحية نسبة للمسارات السياحية التي برمجت من طرف لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهو المسار اللي دارتها الجمعية بالتنسيق مع الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. المرحلة هذه اللي رانا فيها هي مرحلة المجتمع المدني ومشاركته الفعالة في إنجاح هذه التظاهرة، واليوم النشاط اللي رانا حاضرين فيه اليوم هو بداية لسلسلة من النشاطات. أيام تفصلنا عن التظاهرة الرياضية لتتزين وهران بألوان 26 دولة في أكبر حدث متوسطي.
تحتضن الجزائر العاصمة اليوم القمة الإفريقية للرقمنة من تنظيم التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات بالشراكة مع مجمع اتصالات الجزائر ووزارة البريد ووزارة الرقمنة والإحصاء والوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. هذه القمة يجتمع فيها أكثر من 1200 صانع قرار وأكثر من 100 شركة عارضة من 20 دولة إفريقية من دول أخرى. ولمزيد من التفاصيل نربط الاتصال مباشرة بمنال العجال الموجودة هناك. منال، ما أبرز ما ميز أشغال هذه القمة؟ إذن هو حدث رئيسي هام في قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال يحمل طموحات قارية لجعل الجزائر العاصمة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال. وللمزيد من التفاصيل يحضر معي في هذا المباشر السيد عبد الرزاق نبيل عضو في التجمع الجزائري للناشطين في الرقمنة. مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم. إذن هل بإمكانكم سيدي أن تعطينا المزيد من التفاصيل حول هذه القمة الإفريقية؟ طبيعة الحال هذه القمة هي أول قمة من نوعها، حدث إفريقي جزائري خاص، قمة تعنى بكل ما هو رقمنة ولنوفال تكنولوجي، تسمى التكنولوجيات الحديثة. تجمع في إطار استراتيجية التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات سطرنا أهداف، أنه من الأهداف تاعنا أننا ننظم تظاهرات في الرقمنة، وكأهداف على المستوى المويانتارم يعني المتوسط هي نجيبوا الأفارقة في إطار يعني استراتيجية أمام السلطة العليا، لأنه الآن إفريقيا هي سوق كبير، كما هي سوق كبير في كل ما هو يعني ممكن منتوجات، هو سوق كبير كذلك اليوم في الرقمنة، وشفنا كيفاش بلدان إفريقيا أترافير لي فينتاك داروا حلول في المالية وتقدموا. ولهذا احنا واش قلنا ننظموا لقاء هكذا، يجوا عندنا الجزائر نحاولوا نخلقوا نظام بيئي مشترك بين الأفارقة وحنا الجزائريين كأفارقة كذلك، وهذا في إطار تشجيع النظام البيئي حتى الجزائري يعني يستفاد منه، لأنه فيه تبادل خبرات، ممكن فتح أسواق جديدة في إفريقيا. وهذا اللي احنا مش نأمل للمتعامل الجزائري اليوم، هي أننا نكون قادرين نروحوا نفتحوا أسواق جديدة في إفريقيا. وأظن باللي هادو التظاهرات شيء جميل ولازم الكل يعاون فيه في إطار كل العمل تاعنا، احنا ننظموا هادو التظاهرات هكذا. شكرا لك سيدي على كل هذه التفاصيل. نذكر فقط مشاهدينا أن هذه القمة الإفريقية ستدوم لثلاثة أيام، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل في نشراتنا الإخبارية القادمة. شكرا لك يا منال العجال ولضيفك الكريم على هذه التفاصيل. انطلقت بقصر المعارض بالصنوبر البحري الطبعة الثالثة لفعاليات الصالون الدولي لزيت الزيتون بمشاركة عدة دول أجنبية. المعرض مناسبة لعرض مختلف أنواع زيت الزيتون وآخر المعدات والأجهزة لتطوير قطاع هذه الشعبة. مريم بن عبد الرحمن. من أجود أنواع زيت الزيتون عالمياً بأصنافه البكر والناضج المركز زيت الزيتون الجزائري، خبرة طويلة اكتسبها المستثمرون في زراعة الزيتون وطنياً وتحصلوا على عدة جوائز عالمياً. عندنا 3 سنين وحنا نشاركوا في كومبيتيشن انترناسيونال، وتحصلنا حد الآن يعني 19 ميدالية ما بينهم جزائريين، و19 ميدالية الأغلبية ذهبية، ولا أخيرا في لندن وين تحصلنا على بلاتينيوم وين أعلى درجة. أكثر من 40 عارضا ومستثمرا في الزيتون ومشتقاته اجتمعوا في معرض لتبادل الخبرات وعرض منتجاتهم. المنتوج تاعنا من ولاية الأغواط يمتاز بميزات يعني ذو جودة عالية، خاصة أنه غني مضادات الأكسدة لبوليفينول. ننصح الناس بالزيت الزيتون البكر الممتاز لأنه مفيد أكثر للصحة تاعهم. معرض ضم مشاركين من دول أجنبية جاءوا بوسائل مبتكرة في جني الزيتون وعصره. نشارك في هذا المعرض بأحدث التقنيات لتعريف الفلاحين بوسائل تسرع وتسهل عملية استخراج زيت الزيتون بمقدار 3 مرات من الطريقة التقليدية.
اون ديريكت سور شان. اذا كان جائحه كورونا خلاتنا عامين وحنا غايبين، لكن المتعاملين كانوا فوق الميدان، المنتوج كان متوفر ديما ما انقطعش، وحسنوا في الجوده سواء في النوعيه وحتى في الكميه وحتى كما شفتوا هنا في الامبالاج. زيت الزيتون إحدى الشعب الفلاحية المعول عليها كمورد اقتصادي هام في تحقيق الأمن الغذائي. في النشاط الفلاحي، عرف إنتاج الأشجار المثمرة بولاية معسكر تطورا ملحوظا مع اتساع المساحة المزروعة والتسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية للمستثمرين والمزارعين للمساهمة في التنمية الاقتصادية. ماسين حامية يفصل. معدلات نمو بارزة تحققها المستثمرات الفلاحية المتخصصة في شعبة الأشجار المثمرة بولاية معسكر، حيث عرفت زيادة غير مسبوقة قاربت عتبة 4000 هكتار، 3000 منها تنتج أنواعا مختلفة وبجودة عالية ستدعم السوق الوطنية ومصادر دخل الاقتصاد. في قاع الأنواع عندنا بيبان ويو. الحمد لله احنا الإنتاج من أول ماي حتى اكتوبر نجو. On produit beaucoup de semences de pommes de terre, la pomme de terre et الأشجار المثمرة. لازم نحضروا نفوسنا انها تكون شعبة الأشجار المثمرة من بين الشعب الاستراتيجية، هذا الشيء اللي نسعى اليه. دعم المستثمرات الفلاحية وتوفير التسهيلات اللازمة لتنمية القطاع وتطويره استبشر به فلاحو ولاية معسكر، تدفع بإرادتهم لتوفير الإنتاج والعمل على تحقيق التنافسية. كي دير هذا الخير في البلاد وما يجيش من الخارج، هذا هو الجهاد في سبيل الله. ونثمنوا قرارات الرئيس تاع تشجيع المستثمرين في الاستصلاح الاراضي. في هذا الموسم ان شاء الله ننتظروا ونأملوا في انتاج كميات كبيره ومتنوعه. اولا نظرا لتوفر العوامل البيئية خاصة تساقط الأمطار. الرفع من الإنتاج والتحسين من جودة الفواكه سيقابله تخفيض في أثمانها، وهو ما يأمله المستهلك. في التنمية المحلية، استفادت ولاية ورقلة من مشاريع هامة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، أبرزها شبكة الألياف البصرية لضمان خدمات ذات جودة عالية. سمية مزوار. ربط التجمعات السكانية بالألياف البصرية أولوية مؤسسة اتصالات الجزائر بورقلة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبون وبلوغ تغطية شاملة للإنترنت. في الجهة كانت يعني معاناة كبيرة، يعني اليوم الحمد لله توصل الإنترنت للمساكن تاعنا، ثم حاجة مليحة كما نقول احنا. هو بكري كنا الإنترنت شوية لهنا تعب شوي الريزو منا ميتا، والحمد لله معناها وين كنا وين اصبحنا. هذه نتاع الالياف البصريه مليحه ياسر بزاف. قامت اتصالات الجزائر بالمديريه العمليه للاتصالات بورقله بربط العديد من المناطق بتقنيه الاف تي تي اش، بما فيها منطقه حي النصر التي تشمل 2500 مشترك، الى حين ربط تقريبا جميع المناطق الغير مستفيده من الانترنت بتقنيه الاف تي تي اش. الألياف البصرية تقنية تكنولوجية حديثة توفر تغطية عالية الجودة للإنترنت لمختلف المؤسسات الاقتصادية والخدماتية. وللتقرب أكثر من الزبائن، نظم هذا المعرض بغية التعريف بأحدث التقنيات المعتمدة في مجال الاتصالات. قامت اتصالات الجزائر بعرض منتجاتها وخدماتها التي تقدمها للزبائن، نبدأها من الكوابل النحاسية حتى وصلنا للألياف البصرية. هذا الكابل راه متوفر حاليا، هذا اللي راه الشبكه حاليا راهي تستعمل هذه الالياف البصريه، هي اخر تكنولوجيا حاليا راهي متوفره، وكما نشوفوا دي بي راه واصل 93 ميجا بايت في الثانيه، دونك هذه السرعه مش السرعه القصوى اللي قادره تلحق حتى ل 100 ميجا. ولان القطاع يكتسي اهميه قصوى وبعدا استراتيجيا لكل القطاعات بمختلف نشاطاتها، تسعى اتصالات الجزائر الى تعميم تقنيه الالياف البصريه في اطار تامين البنيه التحتيه للاتصالات السلكيه واللاسلكيه.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، نظمت جمعية البدر الوطنية لمرافقة مرضى السرطان بالتعاون مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الطبعة 15 لحملة قطار بدون تدخين. الحملة تهدف إلى تحسيس عامة الشعب بمخاطر التبغ وتأثيره على الفرد والبيئة. هذا العام هي الطبعة 15، وهذه نديروا تحسيس في كثير من الولايات، نديروا في لي غار تاع وهران، بليدة، الجيغا، بجاية وعنابة. هنا كاين بزاف لي بينيفول، وين نديروا التوزيع المطويات، كاين دي زافيش، كاين ان تيستور دوكسيد كربون، كاين اطباء يتكلموا مع زبائن. شكل موضوع الشيخ بو عمران هموم مفكر وانشغالات موسوعية محور ملتقى وطني حول المسيرة الفكرية للشيخ بو عمران، نظمه المجلس الإسلامي الأعلى بولاية البيض بمشاركة أساتذة وباحثين من مختلف ولايات الوطن. أيمن حنفي يفصل. الدكتور الشيخ بو عمران قامة من قامات العلم بالجزائر، مثقف وموسوعي قضى 70 سنة في طلب ونشر العلم، ترك أفكارا وإسهامات قيمة في عديد المجالات الفكرية والثقافية. إننا لن نسعى إلى المحافظة فقط على ما تركه لنا علماؤنا، ومنهم الأستاذ الدكتور الشيخ أبو عمران، وإنما نسعى إلى أن نختفي أثارهم في المنهج، في الطريقة التي فكروا بها، وفي الأساليب العقلية التي قادتهم أو مكنتهم من تفجير الأفكار وحل المشاكل. رحل عنا الشيخ أبو عمران طيب الله ثراه، ولكنه بقي خالدا بسيرته الطيبة وأخلاقه الحميدة بين الناس وعلمه الذي توارثته الأجيال. دكاترة من مختلف الجامعات الجزائرية أثروا الملتقى بمداخلات أبرز من خلالها مآثر الشيخ بو عمران. تضمنت هذه المداخلات كما راكم سمعتوا تتعلق بحياة هذا المفكر الذي زاده المعرفة وإنجازاته والرهانات والتحديات التي واجهها في أثناء رئاسته للمجلس الأعلى، ومداخلة تتعلق بالبعدين الديني والوطني في شخصية في فكر الشيخ وفي كتاباته. هذه الشخصية امتازت بالاعتدال، امتازت بالحفاظ على المرجعية الدينية والحفاظ على المرجعية الوطنية، التعايش مع الآخر ونبذ خطاب الكراهية. كما أبرمت اتفاقية تعاون بين المجلس الإسلامي الأعلى والمركز الجامعي تفيد تبادل الخبرات وإنجاز بحوث علمية مشتركة. في أخبارنا الدولية، وفي ظل الوضع الاجتماعي المتردي في المغرب، سمعة سيئة للاقتصاد المغربي كشفت عنها مصادر إعلامية متخصصة في الشأن الاقتصادي، إذ تمثل المخدرات 35% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد المغرب، حيث تجاوز المغرب بعض المناطق المنتجة في أمريكا اللاتينية في إنتاج المخدرات، ويعد الاتجار بالحشيش والمخدرات المصدر الرئيس للدخل في المملكة. سليم حمادي. تجاوز ناتجه المحلي 35% باعتماد اقتصاده على إنتاج الحشيش، متقدما بذلك وبكثير عن مناطق عديدة في العالم كانت إلى وقت قريب تقود قاطرة الإدمان العالمي. الحديث هنا وبالأرقام يدور حول المغرب، أو بالأحرى نظام المخزن الذي حول البلد إلى بؤرة للإرهاب الناعم. حبوب الهلوسة، القرقوبي، الهيروين، الحشيش، كلها مسميات مألوفة لدى فئة عريضة من الشباب المغربي المغلوب على أمرهم. مسميات تحمل معنى واحد، المخدرات. على مد البصر في حقول مملكة الحشيش هذه، يجبر آلاف المغاربة على زراعة موتهم بأيديهم. بالنسبة لهؤلاء الغلابة، لم يترك المخزن بديلا لهم عن الموت جوعا سوى الانخراط في مزارع المخدرات بكل صنوفها.
صناعة هذه السموم عرفت رواجا كبيرا في البلاد، وارتفعت محاصيل الحشيش إلى مستويات قياسية بعيد مصادقة برلمان المخزن، وبأغلبية ساحقة على مشروع قانون يقنن القنب الهندي. تشير تقارير عالمية إلى أن نظام المخزن أصبح حجر زاوية في تصدير وتهريب كل أنواع المخدرات حتى الصلبة منها، أمر دفع بالأمم المتحدة لتصنيف المغرب على رأس الدول المتورطة في تخدير العالم. تملص النظام المخزني من كل الشرائع الدولية المجرمة للاتجار بالمخدرات له عند المخزنية وشبكاتهم المنتشرة عبر العالم ما يعتقدون أنه مبرر كاف لصناعة وترويج السموم. يروج هؤلاء بجانب المخدرات لرواية مفادها أن ما تبذره أيادي الكادحين كرها على أراضي الأطلس من حشيش مخدر يأتي تحت دواعي الاستعمالات الطبية، وعلى أنه مخدر خفيف. رب عذر أقبح من ذنب كما يقال، وباطل أراد المخزن من ورائه شرا مستطيرا. يدلل على ذلك تقارير طبية مختصة، تفيد التقارير تلك إلى أن عقاقير المخزن المهلوسة أخطر من مادتي الهيروين والكوكايين، فتعاطيها إدمان بطيء تحرسه قوانين باطلة، قوانين حرست لوبيات المغربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعائلة الملكية الغارقة في ثراء فاحش ناتجة حشيش السوء، على فرضها باعتمادها على عائداته الضخمة، والهدف الحقيقي تبييض صورة الملك في وسائل الإعلام الدولية ورسم صورة ناصعة عن المخزن الذي عاث فسادا في عقول فئة كبيرة من أبناء الشعب المغربي الشقيق. ثورة شعبية أذكتها أزمة الجوع والعطش التي باتت تتربص بالشعب المغربي نتيجة نظام طبقي تستغله ثلة مخزنية على حساب معيشة المواطن المغربي وكرامته. دلال بوطبة. هذه هي الصور التي لا يريد أن يراها أبدا، بل ويعتمها نظام المخزن الجبان، وهو يسوق لصورة مزيفة عن الواقع المغربي. هنا يضطر المواطنون في المغرب لقضاء الليل بأكمله وهم يشكلون طوابير طويلة من أجل الحصول فقط على المواد الغذائية الأساسية. أعمال المغرب بلا عشاء بلا والو، كنستناو باش نديو الخرجة ديال الدقيق باش دوز لنا 15 يوم في الشهر باش نكملوا 15 يوم في الخبز عاد مول الحانوت. هاد الخرجة ديال الدقيق كتخلصوا عليها باش تشدوها، ما كتشدوهاش فابور. خلصوها 100 درهم ديالها. أزمة غذاء أفرزها جشع الطبقية الذي أحدث شرخا كبيرا بين عصبة مستغلة لخيرات المغرب وغالبية الشعب المغربي الذي يعاني الويلات اليوم حتى من أجل الحصول على قطرة ماء. احنا معذبين، واحد العذاب اللي ما يدورش على البال، ثلاث سنين في العذاب، لا خدمة جا، لا خدمة عيط، لا خدمة والو، الماء والو، الماء ما كاينش، الماء والو، الماء ما راح تعطينا حاله، نضربو تنتكامشو، تنتكامشو على الماء مشي تقطع، تنتكامشو عليه، باش كل باش لا لا هي هاد العار باش نعمرو جبات، وساقي تنسقو من البير، سقط كيما هكاك راه دايما كيهكاك، وعاودي عاودتني معاك السقاية الأخرى، حنا معذبين، معذبين في الماء، الماء محرين فيه بزاف، ما كنسقيو حتى الوحدة ديال الليل تلقو نقطرة تيتقطع علينا ثلاث أيام ربع أيام وحنا مقطوع علينا أختي، تسمح لنا بزاف بالماء. ونضلوا تندير بواز نجيبو مخاون ونردو ونبقاو جالسين، الصابون ما كنصابلوش حوايجنا كاع كلشي مسخين، خرجنا كاع مشينا درعنا مشينا خرجنا ما بقيناش في ترجعوا تنمشيو. هذا نعمر بويدي اخرى هذا يبغى تعمر بويديزا. شبح العطش والارتفاع الجنوني للأسعار عرى وكشف سياسة نظام المخزن التي لن تقدم أبدا سريرا مجانيا للمرضى. فقر مدقع يعيش فيه غالبية المغربيين وصل حد القفز على الخطر للحصول على لقمة العيش. تراكمات فجرت الشارع المغربي الذي قرر أن لن يصمت بعد اليوم ولن يتوقف عند انتفاضة العيش، بل إلى رفض ما يمس مبادئه وشرفه. في
في الشأن الفلسطيني، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي ليلة أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل آخران غربي محافظة نابلس. في غضون ذلك توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بمحاذاة السياج الأمني شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة، وشرعت في أعمال تجريف فيما حلقت طائرات مسيرة في سماء المنطقة، وتمركزت في المقابل دبابات على مقربة من السياج. كرويا في الرياضة، وتسوية لرزنامة بطولة الرابطة الأولى المحترفة، يواجه اليوم شباب بلوزداد فريق اتحاد بسكرة، في حين تلتقي غدا الأربعاء مولودية وهران شبيبة الثورة، فيما يتبارى شباب قسنطينة مع وفاق سطيف. الختام من المركب السياحي بتيبازا الذي يستقبل زواره هذا الموسم بحلة جديدة بعد إعادة ترميمه، حيث تم إعداد برنامج سياحي خاص للمصطافين وقاصدي هذا المنتجع السياحي بأسعار معقولة. أحلام جلمامي. بين القرن الفضي والقرن الذهبي يتربع خليج المركب السياحي القرية المعروف بالست، والذي يعد من أهم المواقع السياحية التي تزخر بها ولاية تيبازا. مركب مقسم إلى 5 مناطق يحوي كل المرافق الضرورية الحديثة المجهزة بوسائل عصرية ترقى لخدمة الزبون. ديكو جيت لهنا للسات باسكو شفت سيغ لو ريزو سوسيو بلي كاين دي سيرفيس بيان اي تو، تي جو بروفيت لهنا نعقب لي فاكونس تاعي افيك لا فامي تو لهنا في بلادي. في الجهة المقابلة، المركب السياحي القرن الذهبي ها هو اليوم يستقبل عديد الزوار والمصطافين تزامنا وموسم الاصطياف. وخيرنا هذا القرن الذهبي لخدمات تاعو وعلى والامن تاعو ومضرب مريح. راني في بلادي كما يقول لك، راني في بحر تاع بلادي والحمد لله الاجواء هنايا الاجواء هنا مليحه. كما ان اعتماد الرقمنه في عمليات الحجز والايواء اهل المركب السياحي القريه بان يكون منتجعا يحوي كل المؤهلات السياحيه بمقاييس دوليه. وفرنا هذه طريقة الدفع الإلكتروني على الناس بزاف، يجونا بالبطاقات الذهبية والبطاقات، كاين اللي يجيب البطاقة يقول أنا ما نرفدش معايا دراهم. يحوي المركب على 209 بنغالو ذو طاقة استيعاب 1030 سرير، وعيد ترميم المركب بطريقة حديثة وعصرانية في خدمة الزبون. يحتوي المركب على 5 مناطق، ضف إلى ذلك المركب مجهز ب3 مسابح للزبائن، منهم واحد من الأطفال. عملية الترميم وإعادة الهيكلة التي شهدها مركب القرن الذهبي ساهمت في زيادة المساحات الخضراء المطلة على البحر. 111 بنغالو هذو عندنا منهم 58 بنغال اللي راهم عاودوا كيون ايتي ريابيليتي، وعندنا 49 شامب كيون با ايتي ريابيليتي. احنا الموسم الاصطياف هذا 2022 رانا لحقنا لي بريباراسيون، 90% دي بريباراسيون تاع لا سيزون سيفال، وجدنا كاع لي بنغالو كاع لي بوان دفونت. إعادة بعث النشاط السياحي من خلال عصرنته سيجعله بديلا اقتصاديا يعول عليه في مختلف الأنشطة السياحية. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. الصحفي بالتلفزيون الجزائري الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية بلعيد محند وسعيد في ذمة الله. انطلاق امتحانات إثبات المستوى للمتعلمين عن بعد في الطورين المتوسط والثانوي بمشاركة قرابة 400,000 مترشح. الصالون الدولي لزيت الزيتون فضاء لاستقطاب مختلف المتعاملين وعرض آخر التكنولوجيات في مجال جني وعصر وتحويل الزيوت. المنتجع السياحي القرية بتيبازا يفتح أبوابه للسياح والمصطفين بعد إعادة ترميمه وتأهيله.
بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة. السلام عليكم.